وتنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية فاطمة غندور. سيدة فاطمة، مرحبا بك معنا. بداية أبدأ معك ربما من الاجتماعات في جنيف فيما يتعلق ربما بالمفاوضات المسار الاقتصادي في الملف الليبي، عندما نتحدث ربما عن اجتماع ربما هو الأول من نوعه منذ فترة لمجلس إدارة المركزي من أجل توحيد سعر الصرف، وذلك في مساعي التوحيد المركزي والمؤسسات المالية في ليبيا. إلى أي مدى ربما يمكن اعتبار هذا خطوة مهمة وتشكل فرصة واعدة؟ أهلا بك وشكرا على هذه الاستضافة. هو هذه لجنة العمل الدولية انبثقت من لقاء برلين، لكن منذ أول هذه السنة إلى اليوم هناك انقسام حاصل، مازال لا يبدو المسألة على الأرض فيها ما تحقق، باستثناء هذه الانقسامات أو هذه التجاذبات الحادة مثل ما حصل بين مسؤول مؤسسة النفط ومسؤول البنك المركزي. الآن هناك خطوة وافقت عليها مجموعة العمل الدولية أن يتم وفق ما اقترحه السيد صنعالله، عائدات النفط والغاز مؤخرا توضع في حساب المصرف الخارجي، وهذه خطوة على ضوءها ربما يتم هناك مكاشفة أو يتم هناك تقييمات لسياسة البنك المركزي منذ 2014 أو على الأقل 2015 منذ بدأت تطبيق اتفاق الصخيرات. هناك معايب كبرى، هناك فساد تمخضت عنها وأبرزته لجنة للرقابة والمحاسبة، هذا الديوان الذي يحضر عضو منه هذه الجلسات. هناك معايب كبرى في أداء البنك المركزي مؤخرا، استفهامات كثيرة حوله، والانقسام في حكومة الغرب الليبي يبدو بين وزارة المالية، النفط، البنك المركزي مؤخرا، الجدال الحاصل والتصعيد بين وزير الداخلية والبنك أيضا. هذه التجاذبات مؤثرة على الأرض فيما يصل إليه المواطن من حقوق اقتصادية بين قوسين، السهولة والمرتب. انقسامات بين الطرف هذا الطرف وذاك، وانقسامات داخل الطرف الواحد نفسه. ما الهدف من هذا الاجتماع إذن الآن أستاذة فاطمة؟ هو الهدف المرفوع هو إجراء الإصلاحات، لأن هناك أربع ملفات هي تمثل عمق هذه الأزمة، ما يتعلق بالعملة، ما يتعلق بتوحيد الميزانية، ما يتعلق أيضا برئيس البنك المركزي في حكومة الغرب. هذا لا يجتمع مع لجنته، يعني لخمس سنوات يتصرف بشكل شخصي وفردي. هذا كله يعاد ترتيبه ويعاد وضعه ومكاشفته تحت لجنة هذه العمل الدولية. هناك أيضا ملفات معروضة على لجنة تقيم النفقات التي ما من مؤشر أنها انفاق تنموي، هو انفاق مرتفع. بين قوسين يشار إلى أن هناك اتفاقات مع تركيا، وهي حكومة مفوضة لا يخول إليها، حكومة مؤقتة انتقالية، لكنها تعقد الاتفاقات وتمنح الأموال لأطراف. هذا كله وضع تحت عنوان إصلاحات أو الذهاب في المسار الاقتصادي من أجل إصلاحات أربع ملفات يطالها يعني ما يقال أنه ملفات معيبة، ملفات لا توصل الاقتصاد أو سياسة السياسة المالية في حكومة الغرب الليبي التي هي مركزية منذ عقود إلى حل على الأرض بالنسبة لميزانية توفر السيولة للمواطنين، ولا في الذهاب إلى مشروعات تنموية، ولا أيضا يعرف المواطن هذه الميزانية التي هي من عوائد نفط وغاز إلى أين ذهبت المليارات طوال الخمس سنوات الماضية. طيب، المراجعات الدولية لهذه الحسابات والتحفظ حاليا على الإيرادات، المراجعات إلى حين تكتمل برأيك أستاذة فاطمة ستكون شفافة؟ هل ستكشف المستور؟ هل ستسمي الأسماء بمسمياتها؟ عن أين ذهبت أموال الليبيين والشعب الليبي طوال الفترة الماضية؟ هو جزء من تفحص أو تكشف يعني مركز عليه يبان يعني ويظهر عندما ترى جلسة لعقد مالي بين البنك المركزي السيد صديق الكبير وبين أطراف مثلا تركيا. هذه مصاريف، أن تجد مقاتلين يدخلون إلى ليبيا بين قوسين مرتزقة، ويرفع أن مرتباتهم أو ما يتقاضونه
مبلغ خرجت حتى لأجل مظاهرات شبابية تستنكر هذه الأموال التي تذهب للحرب وللقتال ولا تذهب إلى مرتبات أهلهم. هناك ملفات فساد كشف عنها في داخل حكومة الغرب. هناك ديوان محاسبة أخرج سجل من ما يقارب 1000 صفحة هو فيه مكاشفة لوزارات يعني تنفق أموال في غير حق وفي غير ما نحن فيه من مرحلة مفترض يذهب فيه إلى أساسيات أو إلى على الأقل آليات اقتصادية توجه إلى مرتبات وبعض مشاريع تنموية هي ضرورة في مدن هي تشهد استقرار، لأن ليست كل المدن الليبية هي مدن حرب. هناك ما يقارب 20 مدينة كان مفترض الذهاب إلى مشاريع على الأقل فتح الأبواب للقطاع الخاص وأيضا إلى مشاريع تنموية. هناك موارد موجودة في بعض هذه المدن، هذا كله في السياسة المالية وأيضا البنكية لم يذهب إليه طوال هذه السنوات. نعم، شكرا جزيلا لك من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية فاطمة غندور.